بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح طريقة إرجاع زر باكسبيس يعمل على جوجل كروم. فكما هو معروف في جوجل كروم، الإصدارات الحديثة من جوجل كروم تم تعطيل هذا الزر، وهذا الزر يعلو الزر انتر وبه سهم. فعند الدخول إلى أي موقع تريده، طبعا عند الدخول إلى أي موقع على الإنترنت في متصفح جوجل كروم كما تشاهدون، عند الدخول إلى الموقع، فللرجوع إلى الوراء فما عليك سوى التوجه بالماوس والضغط على هذا السهم للرجوع إلى الوراء، أو باستخدام المفتاحين Alt والسهم المتوجه إلى اليسار. وتسهيلا عليك، طبعا سوف أقوم بشرح طريقة تفعيل الزر Backspace في جوجل كروم لتقوم بالضغط عليه والرجوع إلى الصفحة التي قبلها أو الصفحة التي كنت فيها. ورجاء لمن أفاده الشرح من أفاده الشرح فليقم بإعجاب أسفل الفيديو دعما لنا لتقديم الأفضل دائما. نتوجه إلى الموقع سوف أو الإضافة، طبعا هي عبارة عن إضافة تضاف إلى جوجل كروم، وبعد إضافتك لهذه الإضافة سوف يتم تفعيل هذا الباكسبيس. طبعا هذه الإضافة باسم Go Back with Backspace. طبعا سوف أضع لكم الرابط أسفل الفيديو. بعد الدخول إلى الإضافة، طبعا عند الضغط على الرابط الذي يأتيك أسفل الفيديو يتم الدخول إلى الإضافة، وبعد الدخول إلى الإضافة تقوم هنا بالضغط على إضافة إلى كروم. بعد ضغطك إلى إضافة إلى كروم تتوجه ومن ثم تتوجه إلى علبة الرسالة هذه أو النافذة التي انبثقت، ومن ثم تقوم بالضغط على تثبيت الإضافة. بعد تثبيتك للإضافة والرجوع مثلا إلى جوجل كروم والموقع أو أي شيء، طبعا عند الدخول ومن ثم تقوم بالضغط على زر Backspace الذي يعلو الزر Enter، سوف يرجع إلى الصفحة التي قبلها. وإلى هنا ينتهي الشرح، أرجو من استفيد جميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.